24 سنة، بنت فلسطينية وجيك، عايشة مع 4 بنات وبرضه هن جيكس وبيئتنا جيكية، كلنا من طول كرم بس عايشين برام الله. مش انه انا مبدعة وناجحة في شغلي معناها انه بعرف اعمل قهوة، عمري ما عملتها وطلعت زاكية، بس يا حرام بشربوها من القلة. عندك اكاونت على سيرفي مونكي؟ لانه انا ولا مرة عملتها. انا اي تي اي متخصصة في الاعلام الاجتماعي هون في رام الله. Thanks. هاي رشا صاحبتي ومديرتي اللي نفسي مرة اسمعها بتحكي جملة كاملة بالعربي. Thank you. عملت 2 meetings. كان الميتينج الأول عن ماركت ريسيرش رح نعملها على السوشيال ميديا، رح تكون لللوكال ماركت هون في فلسطين. بظن انه مش كتير ناس عم تعمل هذا الاشي حاليا، انه ماركت ريسيرش اشي جديد في فلسطين سبيشالي على السوشيال ميديا. كمان عملت ميتينج تاني مع البارتنر تاعي في البزنس اللي عم نعمله، which is social media strategy. من صباحية ربنا صاحين لحتى نروح على اجتماع الرياديين اليوم الساعة 8، الكل بيصحى بيحكي هادي وإحنا صاحين نحكي بزنس. That's a very very good question. الانترفنور لازم يكون في حالة إنه هالفكرة هاي اللي هو عماله بيشتغل عليها، مش إنه والله تعال نجرب وبنشوف. هذه المنتاليتي it's already a failure، يعني almost certainly it's already a failure. كفكرة الانتربرنورز عادة بكونوا يعني مش شايفين إشي إلا هاي هالفكرة هاي اللي بدها اللي بدها تبني عليها you know whatever this great company okay اللي it's gonna take them I don't know where ماشي. But it's really very important to have that. Anyway. Oh come on. اوكي هلا جد شغله الكوميتمنت عندنا كثير، يعني انا بحسها انه كثير مأثره. يعني مثلا انا هلا عم بعمل ستارت اب انه في مجال السوشيال ميديا سيرفيسز، ويا اتس ا سيرفيس. ماما ما كانت موافقه اني اروح على رام الله اشتغل، كانت بدها اياني الاقي عريس الغفله واتجوز، بس بما انه ما صار هذا الاشي الحمد لله فقدت الامل فيا. بس هلا هي فخوره فيي وبنجاحي بشغلي. على فكرة مش أنا وصحباتي بس البنات الرياديات الوحيدات في فلسطين، في كتير بنات فلسطينيات بيشتغلوا من وعشان فلسطين، فديروا بالكم إحنا جايين. يلا هلأ بايت أخرت إن شاء الله.